الحجاج والتفسير. إذن علينا أن نفهم ما الحجاج وما التفسير وكيف لنا أن نميز بينهما. أولاً الحجاج، يكون الحجاج بين طرفين متكلم ومخاطب، حاضر في المقام حول مواضيع خلافية. في الحجاج يسعى كل طرف إلى إقناع الطرف الآخر معتمداً في ذلك أساليب الإقناع والحجج المختلفة، فيسعى كل طرف إلى إقناع الطرف الآخر من خلال حججه الواقعية، الدينية، العلمية، وربما سياسية اجتماعية، وذلك حسب الموضوع. وينطلق المتكلم في تقديم وجهة نظره بتقديم المعطى وصولاً في النهاية إلى النتيجة. وهنا نلاحظ ثنائية المعطى والنتيجة مستعيناً بالأساليب المختلفة الحجاجية. أولاً العوامل الحجاجية التي تستعمل في نص حجاجي: إنما، إن، إلا، ما، إن. هذا مثال طبعاً. إنما هو أخوك، هذا معطى، إذن أنقذه، النتيجة بالنسبة للروابط الحجاجية. لكن الاستدراك بل الإضراب حتى الواو الفاء هو حاصل على البكالوريا وحتى على الإجازة، معطى، إذن انتبه، النتيجة. الصفة التقويمية أي أن نقيم شيئا ما: هذا الكتاب حسن، معطى، إذن فقرأه. ثانيا التفسير، لا يشترط في النص التفسيري أن يتواجد المتكلم والمخاطب، فيكفي أن يفسر الكاتب فكرته ويوضحها إما للمستمع أو للقارئ. أطرافه مفسر عالم بالموضوع، مفسر له دونه علما بالموضوع، وعلى المفسر أن يمر بمراحل خلال شرحه وتفسيره. أولا يقوم بعرض فكرته أو الموضوع المراد، تفسيره والنظرية، ثم يتوسع في ذلك فيعلل ويشرح ويوضح، وأخيرا يصل إلى النتيجة أو الاستنتاج. وخلال مروره بهذه المراحل ساعيا لشرح نظريته أو فكرته، يعتمد في ذلك على الأدوات المعجمية، بلاغية، نحوية. المعجمية أي استعمال كلمات لها ما يدل على انتمائها للموضوع المراد تفسيرها، كالمعجم الديني، العلمي، الاجتماعي، السياسي، حسب موضوع النص. فإن كان النص علميا فسيكون المعجم المستعمل بالضرورة علميا. البلاغية، الإنشاء مثل الأمر، النهي، الاستفهام وغيرها. الخبر، النفي، الاستدراك، التشبيه والاستعارة. أما النحوية مثل النعت، العطف، الإضافة، الحال. ما غاية التفسير وما هدفه؟ أولاً يؤسس المفسر لفكرة أو لنظرية، ثم يشرحها ويدققها ويتثبت فيها، وأخيراً يبسطها ويرشد إليها ويقوم بالتثقيف.